هل تتوقعون بيوم من الايام انه احنا لما يوجعنا سنه يكون لنا علاقه بالجيوب الانفيه؟ يعني الم اسناننا او الم اللثه يكون لها علاقه بالجيوب الانفيه؟ هتعرفون وين اماكن الجيوب الانفيه بالوجه طبعا. كل هذا بمساعده فريق بي بتر علي وايه، هم راح يعلمونا ويفهمونا شنو الموضوع. تفضلوا. صباح الخير عبد الله، صباح الخير اعزائي المشاهدين، رجعنا اياكم فقرتنا الطبيه من فريق بي بتر. اليوم حابين نحكي عن الجيوب الانفيه، انواعها واماكنها، وايضا التهاب الجيوب الانفيه اسبابه واعراضه، وايضا عندنا نصائح عن المعالجه الذاتيه للجيوب الانفيه. بالبدايه خلينا نعرف شنو هي الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه عباره عن تجاويف صغيره موجوده بالوجه، بالوجنتين والجبهه، تكون دائما مملوءه بالهواء، وبها اربع انواع. اول نوع من هذه الجيوب الانفيه هي الجيوب الانفيه الجبهيه اللي تكون اسفل الجزء الاوسط من الجبهه. ثاني نوع اللي هو اكبر الانواع هو الجيوب الانفيه الخديه، وثالث نوع عندنا هي الجيوب الانفيه الغرباليه اللي تكون بمنطقه بين العينين، ورابع نوع عندنا هو الجيوب الانفيه الوتديه اللي تكون خلف عظم الانف. هواي اشخاص يعانون من التهابات الجيوب الانفيه، منها الحاد ما دون الحاد وايضا المزمن والمتكرر. واكثر سبب شائع لالتهاب الجيوب الانفيه هي فيروس البرد او الانفلونزا، وايضا ممكن تكون عدوى بكتيريه اخرى والحساسيه. واهم اعراض التهاب الجيوب الانفيه هو احتقان وانسداد الانف، بالإضافة إلى انتفاخ حول العينين وبمنطقة الخدين، وأيضا عندنا ارتفاع بدرجات الحرارة، ألم بالأذنين، غثيان، وآخرا ممكن تكون عندنا آلام بالفك العلوي وأسنان الفك العلوي. خليني أعقب على كلام آية، وأكيد أكو ناس وايد راح تسأل شنو علاقة الجيوب الأنفية بالأسنان، وليش راح يكون عندنا آلام بالأسنان وبالتحديد أسنان الفك العلوي. مثل ما شرحنا لكم اكو اتصال مباشر بين الجيوب الانفيه الخديه واسنان الفك العلوي، وهاي المنطقه راح تفصل بيناتهم غشاء عظمي رقيق. هذا الغشاء يتاثر بابسط العوامل والامور اللي تصير بالاسنان او بالجيوب الانفيه، مما يسبب تمزق هذا الغشاء. الام الاسنان راح تكون بسبب تمزق هذا الغشاء، لانه الجيوب الانفيه راح تاثر على هذه الاسنان. اي مشكله تصير بالاسنان وتحديدا الناب، لانه يعتبر صاحب اطول جذر، نعم، بجذور اسنان الفك العلوي، فراح تاثر على هذا الغشاء، فبالتالي راح يسبب تمزق هذا الغشاء. راح تكون هذه المنطقه منطقه مفتوحه بين الجيوب الانفيه الخديه واسنان الفك العلوي، وراح تسبب نزول جراحه من الجيوب الانفيه الخديه على الاسنان، وراح يحس المريض بهذا الطعام بحلقه. وايضا بعض الناس ما يفرقون بين آلام الجيوب الأنفية وآلام الأسنان لهذا السبب. وأيضا عندنا من المشاكل الثانية بالأسنان عندنا مشاكل ضرس العقل، خصوصا إذا كان ضرس العقل بالفك العلوي مطمور داخل العظم، فأي مشاكل والتهابات به أو حتى عند خلعة راح يسبب التهابات بالجيوب الأنفية، على حسب الاتصال المباشر اللي قال عليه علي بين الجيوب الأنفية والفك العلوي. نجي للمعالجة الذاتية لالتهابات الجيوب الأنفية. عندنا بعض النصائح للناس اللي عندهم التهابات جيوب أنفية. أول هذه النصائح هي وضع كمادات دافية على منطقة الخد والعينين وحول الأنف. هاي الكمادات راح تساعد بشكل مباشر على تخفيف آلام التهابات الجيوب الأنفية. وثاني نصيحة هي ترطيب الجيوب الأنفية عن طريق استنشاق بخار الماء الحار. هذا البخار راح يساعد على سحب الإفرازات المخاطية الزايدة من الجيوب الأنفية وأيضا تخفيف الألم. وبالأخير اللي حابين نوضحه أنه التهابات الجيوب الأنفية من الأمراض الشائعة، وأكدت دراسات أنه أكثر من 24 مليون أمريكي يصابون سنويا بالتهابات الجيوب الأنفية. وأيضا لازم الناس تفرق بين آلام الفك العلوي والأسنان وآلام الجيوب الأنفية. وبهيك شي وصلنا لنهاية فقرتنا الطبية لهذا اليوم، نشوفكم يوم الاثنين المقبل.